كيف نتأكد أن الخطة الاستراتيجية ماشية مضبوط؟ عندنا مؤشرات قياس أداء صح؟ KPIs قلناها، لكن KPIs مرتبطة بالتشغيلي، مرتبطة زي ما عملنا الخطة قبل شوية، شيء هنا تنفيذي للأخير لغاية ما وصل ما نسمي شبكة الأهداف. بعض المنظرين في الاستراتيجي قالوا هذا لا يكفي. برضو مدراء الشركات شايفين أن الاستراتيجية التي قررت وصيغت ونفذت تفشل. تفشل مش سبب في التنفيذ، إنما تفشل بأساليب القياس، لأن هناك مشكلات وفجوات في الأداء في القطاعات كروس الأداء. طب والحل إيه؟ الحل إن كل المؤشرات ما هي مالية، إنما في مؤشرات مالية وفي مؤشرات غير مالية. فقالوا إيه؟ الربح، التكاليف، العائد على الاستثمار، مؤشر مهم ويعتبر من المؤشرات ايه يا جماعة؟ برافو، المالية، لأن الجانب المالي هو أهم محور بالنسبة للمؤسسات. الفلوس، كم حجم الإنفاق وكم حجم الأرباح إذا مورد في مؤسسات، في إيرادات، مظبوط يا جماعة؟ وفي تكاليف، أنا أبغى التكاليف بحجها الأدنى، وهناك عائد على الاستثمار لو الناس صرف مليون ريال على كمبيوتر وتجهيزات. فأي مؤسسة دائما تنظر على الجانب إيه يا جماعة؟ المالية. هذا تقول لي والله عملنا وسوينا، وأقول لك والله في النهاية النتائج المالية أحسن نتائج. الميزانية، يا الميزانية مضروبة، لو الميزانية مضروبة أقول لك ضيعت لنا وقت وضيعت لنا فلوس على الفاضي. طيب، فقالوا الاستراتيجيين من المهم أن نربط المحور المالي بما يحدث بالشركة. طلع واحد أستاذ اسمه ديفيد نورثن، هذا رجل استشاري في بوسطن في أمريكا، قال هو رجل فاينانس، هو رجل أوبريشنال تشغيل، قال أنا بواجه مشكلة إنه تطبيقات التشغيل في المؤسسات الاستراتيجية دائما ما تواجه من ربطها مع الجانب المالي. فحينما يقول لك المدير بسوي كده، يقول لك انعكاسها عليه على الناحية المالية. انت تبغى مني مليون ريال، اديك برامج موازنات. ما هو ايش ضمني انه هذا حينعكس في النهاية على الاداء حقي حيكون احسن؟ ايش هالضمانة؟ ابغاك تديني رابط ضامن. فقالوا ان المالية من نوعين، المؤشرات الرقمية والمؤشرات الكمية. يعني في شيء مرتبط مثلا بمدى قدرة العاملين، في شيء مرتبط بمدى قوة أداء العمليات، في مثلا شيء مرتبط بمدى سهولة الإجراءات. بالنسبة احنا محتاجين نربط بمستحول الاستراتيجية إلى مؤشر، ووضح لنا ما مؤشر للاستراتيجية مش للتنفيذي، للاستراتيجية. طيب، ديفيد نورثن هذا واحد مشهور، راح لواحد أستاذ بجامعة هارفارد اسمه ديفيد كابلن، هذا أستاذ المحاسبة في جامعة هارفارد، أستاذ بتحديدا أستاذ التكاليف والمراجعة، مشهور اسمه ديفيد كابلن وعنده كتب في القسط وكده. قال له أنا شايف إنه تنفيذ الرؤية والرسالة أنا أبغى أربطهم مع الجانب المالي، بدي أربطهم استراتيجيا علشان أقدر أن الاستراتيجية لما تتحرك تستطيع أن تحقق الأهداف حقت المؤسسة الضوان. قالوا طيب تعال نأخذ عنصر مهم هنا سماها إدارة العمليات، بمعنى كيف تؤدى العمليات كلها كروس في المؤسسة، وهذا محور مهم. قالوا كمان نبغى محور آخر، قالوا كمان نتكلم على السوق، وممكن يكون العملاء، وممكن يكون المجتمع. وقالوا كيف يرانا السوق والعملاء والمجتمع. احنا بنحط ثلاث أربع معايير هنا، ثلاث أربع معايير هنا، ثلاث أربع معايير هنا.
المحور الرابع قالوا هذا مره مهم، اسمه التعلم والنمو، سموه learning and growth. قالوا هنا نتكلم على العنصر البشري بالمؤسسة، الناس في داخل المؤسسة، التواصل، التعلم، الخبرات، المعرفة، الجدارات في المؤسسة تتطور وتكبر. فلازم أربط دول ببعض عشان أقول أن الرؤية والرسالة والاستراتيجية، شوف لو دول أنت بس أنا بس هي مش قادر أحركها، لو دي حركتها تلف هتعمل لك حاجة روعة. هي تدور، مفروض تدور ضمن الرؤية والرسالة والاستراتيجية. هذه الاستراتيجية حقتك، هذه الاستراتيجية كل اللي احنا عملناها ده كله يلف في فلك الجانب المالي، جانب الأداء العمليات، السوق والعملاء، والتعلم والنمو. بمعنى أن قيادة المؤسسة ما تشوف إلا غير أربع العناصر دي، وسموها كارت بالانس سكور كارت، بطاقة الأداء المتوازن. وقالوا إنها متوازنة ليه؟ لأنه القيادة المؤسسية ما تشوف، ما تبغى تشوف كل شيء، تبغى تشوف أداء الاستراتيجي على مستوى العائد المالي، الأداء الاستراتيجي في قوة أداء العمليات، الأداء الاستراتيجي في مقابل السوق والعملاء، الأداء الاستراتيجي في مقابل التعلم والنمو. فكلما هذه الأربعة حققت للتوازن الاستراتيجي، يبقى معناته الاستراتيجية اللي أنا حطيتها واللي أنا رسمتها واللي أنا صبناها اليوم في اليومين قاعدين إنها حققت الأهداف، وهناك بوصلة تودينا تورينا إن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح. فكي بي آيز ليست كفاية، أنا أبغى مؤشرات استراتيجية ومتوازنة. لأن الكي بي آي في الغالب تشغيلية، تنزل عايز ما هي استراتيجية. إحنا شفنا الكي بي آيز نازل تحت، يعني تحطوا الاستراتيجية، فاكرين يا شباب؟ صغناها، وبعدها صغناها إيه؟ نزلناها فين؟ الوسطى والتنفيذية. فلما قال رئيس الشركة إحنا بنحقق 15% من الأرباح، نزلت فين؟ الوسطى، ونزلت في التنفيذية. هو ما يبغى ينزل تحت، يبغى فوق. نبغى نضمن أن هذه الاستراتيجية الموجودة تحقق الكلام ده بصورة مستمرة ومعالجة ومتوازنة. فطبعاً النظرية سموها بطاقة الأداء، إذا حد سمع عنها، المتوازن. لتنفيذ الاستراتيجية. لتنفيذ الاستراتيجية. لتحويل الاستراتيجية إلى 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 برامج عمل ومستهدفات نراجع بها الاستراتيجية. بس استراتيجي بس. وهذا كلام منطقي بصراحة، لأنه الكي بي آيز تنزل أسفل تحت في الأداء، تشغيلية أكثر. لكن هم يبغوا مؤشرات استراتيجية أكثر ده. طبعاً البطاقة دي هي فعلاً بطاقة. بطاقة تنقسم أقسام، راح أوريك إياها في البرزنتيشن عندك. نوع الأهداف، الهدف الاستراتيجي مربوط بإيش نبغى نحقق، نسبة التحقق إلى آخره، كل ده بالمبادرة أو طلعناها من. إذا معناته الأربع الأشياء، خلي بالك الحين بضبط لك، ركز. فاكرين تحليل السوات؟ مش طلعنا منه مبادرات يا شباب؟ فاكرينها؟ إخوان مش طلعنا منه مبادرات؟ المبادرات السبعة والثمانية وزعنا هما على فين؟ البالانس سكور كارد. طلع لي السبعة المبادرات اللي انت طلعتها من تحليل السوات اناليسيس وحط لي هي فين؟ في الأربعة. اسألني سائل، طب لو ما فيها شعر العملاء؟ يبقى لازم تضيف شعر العملاء، يبقى مبادراتك غلط. لابد أن المبادرات وتحليل السوات يوصلني للتوازن هذا، وإلا يبقى مبادراتك غلط. يبقى لازم بالتوازن مش بالتساوي، بالتوازن. إنه في شيء عندي، شيء في الأوبريشن ده أكيد، أنك عندك ضعف في الأداء الداخلي وفي ميزة وفي بتشتغل عليه، فيديني بانس بين الأربعة دول. فأنا هطلع بطاقة، أقول البطاقة دي تتكلم على المحاور الاستراتيجية اللي طلعتها هنا، أحطها أقول والله أنا عندي اثنين في الجانب المالي، واحد بركز على التكاليف، خط التكاليف، تاني بركز على زيادة الأرباح، وبعدين عندي في العمليات سرعة أداء العمليات
ودمج العمليات في الأداء، تحسين رضاء المتعاملين والمنتجات، رفع مستوى التدريب وكفاءة العمليات والعمل داخل العمل. لو هدول أنا ربطتهم مع بعض بناء على المبادرة اللي أنا عندي، وأنا عملت حاجة عظيمة. على طول تربطها بالبنس كارد على طول اوتوماتيكلي، وكده يبقى القياده العليا مش هتشوف، مش لازم تشوف بالتفاصيل، القياده العليا كل اللي تبغاه دي. فتتحول هذه المبادرات اللي طالعه من التحليل البيئه الداخليه والخارجيه الى يدخل فين؟ تسقطهم هنا على الاربعه دي. اسالني سائل، طب لو ما سويناها غلط؟ لا مش غلط، لكن هذا نيو ترند، نيو دايركشن، بان الاشياء اللي طلعتها من التحليل هي ما حتطلع اربعه، يعني عشان يكون معك واضح، هي حتطلع اكثر من اربعه، حتطلع سبعه ثمانيه. السبعه والثمانيه والتسعه حيتوزعوا على الجانب المالي، على الجانب السوق العملاء، على العاملين، وحيتوزعوا عليهم. وفي النهايه الانعكاس لازم يكون على الرؤيه والاستراتيجيه حقتك. الكلام ده ظهر عام 1996، وهذه النظريه تلقت اقبالا غير عادي من الناس، وكأننا وجدنا منجب ذهب بصراحه. لانه كان الموضوع السابق زي ما تقدمت المجالين، كان هذه المبادرات تحول الاهداف لخطط زمنيه وموازنات وتروح تشتغل وكي بي ايز واشتغل ينزل من فوق لتحت، مش قلناها قبل شويه؟ لكن هنا اصبح عندنا حاجه تتربط وعلى المستوى العليا، ونقدر نشوف اللي حاصل لتحت كله يطلع فين؟ فوق، ونشوف ايه اخبار التوازن ده. لان انا ابغى اكون بالانسد بين البروسيس، الكاستمر، الاداء العاملين والفاينانس. احنا سوينا هذا علشان نوصل لمستوى اعلى في الربط، الربط الاستراتيجي. بالضبط، مراجعه وتقييم الاستراتيجيه بشكل رابط وشكل مكن القياده العليا انها تشوف حاجه واحده. هي مش معقول القياده العليا كل شويه حتطلع في صوت، مش كل شويه حيطلع في نتائج صوت. كل ما تقول قول صوت، كل ما تقول صوت قول عايز اقولك جنتك. فالمفترض انت تاخد نتائج صوت فين؟ على البالانس سكور كارت على طول اوتوماتيك. اذا الخطوه اللي تعلمها جديده ان اللي انت طلعتها المبادرات من تحليلات البيئه الداخليه والخارجيه تسقطها فين؟ في البالانس سكور كارت في المحاور الاربعه هذه. المحاور الاربعه دي ثابته ما تغيرها. يعني هذه تغيرها لو انت متاكد. هل ممكن سؤال ممكن يزود؟ اي ممكن يزود. النظريه الرئيسيه او المنهجيه هم اربعه: المالي، العمليات، العملاء او السوق، والبنيه الداخليه. واضح يا جماعه؟ حتى طب انا اعبيها ايه؟ تعبيها المبادرات الاستراتيجيه اللي احنا طلعناها من فين؟ برافو، مين اللي طلعناها من تحليل السؤال؟ هنسقطها فين؟ هي مش هتطلع اربعه، هتطلع اكثر من اربعه، انا بضمن لك من دحين. تطلع 10، تطلع 8، تطلع 12، الله العالم. هتسقطهم فيها على طول هنا. وتشوفهم بشكل ايه؟ بالانسد، متوازن. لان هم دول متكملين. لما طلعت النظريه لسه ما خلصنا. لسه باقي. الناس قالوا شيء ممتاز والله. احنا لاول مره عندنا وحده تكامل، وحده استراتيجي، وحده تفكير. ديفيد نورثن ديفيد كيبلن وروبرت كيبلن وديفيد نورثن قالوا لا، هذا لا يكفي. هذا سموها الجيل الاول، فيرست جينيريشن كده سموها. قالوا ده الجيل الاول. وما ليه يا عمي؟ طلع الجيل الثاني، بس الجيل الثاني ما ليه، بعدين راح للجيل الثالث. الجيل الثالث اللي هو سموه قال لك قبل ما تسوي دي يا استاذ اعمل لنا حاجه منها. قبل دي ايه يا عم ديفيد؟ في ايه؟ انت دوبك مخلص مسويناها؟ لا لا لا، طلعت فيها مشاكل. ايه المشاكل اللي طلعت؟ انا اقول لك المشاكل. ظهرت ما هو حلو. شوف يا جماعه، الامريكان دول خطيرين. لما يعملوا حاجه خلاص يبدوا يشتغلوا عليها، مو يزهقوا. قال لك ما اكتشفنا انه الاهداف اللي انت حطيتها من التحليل تبعك مش مربوطه مع دي. يعني ايه؟ يعني انا ابغى اضمن اللينك ده. انت صح حطيتهم هنا، وزعتهم هنا، بس انا ما ابغى التوزيع يبدا كده. وما تبغاه كيف؟ قال لك لا، انا اوريك تسوي لي ده. سوي لي ده الاول. ايه يا عمي تبغى؟ قال انا اقول لك اعمل لي حاجه اسمها الخريطه الاستراتيجيه.
وطلع كتاب كامل اسمه استراتيجيك مابينج، كتاب الكتاب ده 700 صفحة، كتاب رائع، ولا أنصح أحد بقراءته ممل. سنة 2013 ديفيد روبرت كابرن كان هنا في السعودية، كان وأنا شاركت معاه في ورشوب، وقدمت أنا الخريطة الاستراتيجية هذه معاه، حتى أنا متصور معاه، وكنا قدمت ورقة عمل في الموضوع ده في المؤتمر هذا، بعدين اجتمعت معاه وتكلمت سوا، رجل مرة لطيف.